وليس من كارثة على وحدة الأمة بأشد من أن يكفر بعضها بعضا بعيدا عن موازين الإسلام نفسه، حتى ليكون من نتيجة التكفير الظالم إذا استفحل أمره وسرى ظاهرة واسعة في صفوف الأمة وبنحو تبادل التهم ضاع على أوساط الأمة أن تميز بين كفر وإيمان وما هو إسلام وغيره، وأدى ذلك أن تضيع هوية الأمة في نظر أبنائها ولا تعرف شخصيتها، وأن تستباح بينهم الحرمات. ولا ينبغي لأحد أن ينسى ما يتهدد البلاد الإسلامية كلها اليوم من خطر موجة التكفير العارمة المنطلقة بنارها ورعبها ودمارها وجاهليتها ووحشيتها، انطلاقة مجنونة زاحفة لا تنذر إلا بمزيد من التفكك والدماء وسفك لا تنذر إلا بمزيد من الدمار وسفك الدماء وهتك الحرمات وتشتيت الأمة وإغراقها في محيط مهلك من الفتن الشداد. وإن كل ذلك ليضع الكل أمام مسؤولية دينية ضخمة ووطنية وإنسانية كبيرة، تحتم العمل على الحفاظ على ما تبقى من سلامة الأوطان وأمن الإنسان ومكانة الدين ولغة الأخلاق وكرامة الإنسانية وعزة الأمة ووحدة أبنائها، وإلا فكل شيء من ذلك إلى هباء. ما تملكه المعارضة، كل المعارضة، هو أن تستقيم على طريق السلمية وتستمر على التزامها بنبذ العنف وإدانته والتحذير من الإرهاب، وألا تغير من هذا الموقف المبدئي ولا تميل عنه. هذا تملكه المعارضة، وليس بيد المعارضة شيء سلبته من السلطة واستحوذت عليه ظلما من السلطة أو الثروة، وليس بيد المعارضة شيء سلبته من السلطة سلطة أو ثروة استحوذت عليه ظلما واستأثرت به ليكون عليها إرجاؤه. الشعب في هذا الأمر مطالب لا مطالب. وماذا تملك السلطة؟ وماذا تتحمل من مسؤولية؟ وماذا عليها أن تفعل؟ تملك أن تعترف للشعب بحقه السياسي في اختيار سلطته التشريعية والتنفيذية وصيغة دستوره الذي يحكم حياته، وأن تمكنه عمليا من إعمال هذا الحق عبر عملية انتخابية حرة تتساوى فيها أصوات الناخبين من أبناء هذا الوطن الواحد الذي لهم ممارسة هذا الحق بلا من ولا جميل، لإنتاج مجلس نيابي يمثل إرادة الشعب بحق ويتمتع بصلاحيات كاملة في مجال التشريع والرقابة، ويتحمل مسؤوليته في ذلك أمام ربه أولا ثم أمام شعبه وطنه، من غير أن يتم الالتفاف على هذا الحق من مجلس شورى معين وبأي صورة من الصور، كما له أن ينتج الدستور الذي تظهر فيه الإرادة الشعبية واضحة سافرة ناطقة جليئة. وواضح أن ما تتطلبه ضرورة الواقع وصالح الوطن ومنطق الحق أن يسارع إلى إصلاح حقيقي شامل وبأقصى درجة ممكنة من السرعة، إنقاذا لهذه الأرض وإنسانها من مضاعفة الأزمة وما يجره ذلك من عاقبة أشد سوءا وأثقل وطأة، عاقبة تستعصي على كل الحلول المجنونة ولا حل في أسلوب مجنون. الإصلاح ضروري
والإسراع به ضروري كذلك، ولكن ما يجري على الأرض من جديد تضاعف أعداد المعتقلين وصدور الأحكام المغلظة باستمرار في حق المتهمين ونشاط سوق المحاكمات بما لا يكاد يعرفه بلد آخر في الدنيا ومطاردة التعبير عن الرأي السياسي وما يأتي من أخبار مفزعة فيما يتعلق بالتضييق على السجناء ومعاناتهم والاستمرار في تغييب العلماء كما حصل أخيرا لسماحة السيد محمود الموسوي وانقطاع أخباره بعد أخذه في مداهمة لمنزله صاحبها حسب النقل المتداول مصادرة مقتنياته، ما يجري من ذلك كله ومن استهداف لقدسية المساجد وتعد على مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي مناقض كل المناقضة لما يحتاجه الوضع من إصلاح لا يقبل يومه التسويف. الإصلاح الشكلي والسطحي لا يمثل الحل. الإصلاح الذي لا تضمن استمراره ضمانات عملية ودستورية كافية لا يمثل الحل. الإصلاح الذي يقوم على تقسيم المواطنة وواجباتها وحقوقها إلى مراتب حسب ما يمليه هوى السلطة وتذهب إليه ميولها بعيداً عن واقع المواطنة وصدقها لا يمثل الحل. والإصلاح المقاس إلى أوضاع ما قبل 100 عام أو أكثر وقبل الوعي والصحوة وتنبه الشعوب على كامل حقوقها ويقظة الأمة الإسلامية على حقيقة إسلامها وانبعاث الشعور المقبور ظلماً للحرية والانتفاضات الثورية المتتالية في الأمة والعالم والتضحيات الضخمة المبذولة من الشعوب ومنها هذا الشعب الكريم على طريق الحرية والانعتاق والعدل والمساواة لا يمثل الحل. حل هو متقدم بالنسبة لما قبل 100 عام، لا يساوي شيئا اليوم بالقياس إلى موازين اليوم، إلى وعي اليوم، إلى صحوة اليوم، إلى تضحيات المبذولة اليوم. والإصلاح الذي يسمح بتغيير التركيبة السكانية عن طريق التجنيس الظالم الإضراري أو يوصد أبواب مؤسسات مختارة من مؤسسات الدولة أمام أهل مذهب معين لا يمثل الحل. الإصلاح الذي لا يلغي التمييز بين أصحاب الحق الوطني المشترك لا يمثل الحل. الحل في أي بلد هو غير ذلك، وفوق كل ذلك ونقي كل النقاء من هذه العيوب. ولا حل فيما لا توافق فيه مع إرادة الشعب. إذا أريد للحل أن ينهي موضوع الأزمة القائمة بين السلطة وشعبها، والإصلاح له إرهاصاته وأجواؤه الممهدة ومناخه المعد. ومن أهم ما يمثل جواً مبشراً بالإصلاح تفريغ السجون من كل نزالها الوطنيين الأحرار من المطالبين بحقوق الشعب وتصحيح لغة الإعلام التي تجاوزت كل المعقول وهبطت إلى الدرك الأسفل وأسهمت ولا زالت تسهم بدرجة عالية في حالة الغليان وبث روح الكراهية وتغذيتها وإحداث الفرقة وتمزيق شمل المجتمع وبعثرة وجوده.